أنيو هاسيو، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. فيديو اليوم، طبعا الفيديو أنا شوفتكم من عدة مقاطع أو راح أحطها ورا هذا الفيديو. الفيديو هو منتجات كورية، يعني منتجات أكل، راح أشوفكم إياها وراح نسويها سوا ونشوفها تستحق نشتريها أو لا. أول شيء عندنا هاي النستلة، وعندنا هذه الأصابع بالكاكاو، هاي أول شيء. أول شيء عندنا هاي مات السوشي، راح أسويها وياكم، بس يعني أنا للأسف عندي مكونات، عندي بس تمن والتونة، فراح أسويها بس بالتمن والتونة. هي بكيفكم، تضيفون أفوكادو، تضيفون جزر، خيار، اللي يعجبكم. راح اسويها وياكم السوشي. عندنا الراميون او النودلز، هذا اول واحد. هذا الثاني، هذا ما بي اي حرارة، اشتريت البتي. عندنا هذا، هذا هم الثاني نفس هذا. طبعا الاسعار مالتهم موجودات، راح انزل لكم اياها في فيديو هنا. وهذا هي البهارات، بهارات يعني تحطوها على الاكلات. هم راح اجربها وياكم واقول لكم اذا الطعم مالتها طيب او لا. بعد ايش عندنا؟ عندنا الاعواد او العيدان او ما ادري ايش يسموها. شمواحات، راح أعلمكم الطريقة همات اللي يأكلون بيها. اللي هم اللي اشتريتهم، طبعا انا رحت ولقيتهم يعني تقريبا مخلصين البضاعة، بس هاي اللي موجودة واللي راح تشوفوها بالفيديو. صورت لكم من داخل المحل وذكرت اسم المحل وعنوانه واسعارهن، وان شاء الله يا ربي افيدكم بهذا الفيديو. راح اسوي السوشي، راح اسوي بس بالتمن والعفو التونة، بس ذن اللي انا موجودات عندي حاليا، وراح اسوي هذا همات واجربه وياكم. هسا راح افتح هذني اجربهن اشوف شنو شكلهن. خلي احط التليفون. هاي ممرودة لأن أطفالي دوسوا عليها بالسيارة، راح نجربها. ما أعرف واضحة أو لا، لا بأس بالطعم.
مو شي غريب يعني، طيبه. خلينا نجرب هذا الثاني. طيب هذا أطيب صراحة، عندي هذا أطيب من هذيك النستلة أو الكيكة، هذا أطيب. هذا بصراحة ما أدري إيش قد سعره، ما أتذكر، بالفيديو موجود، راح أخلي ويا هذا الفيديو أسعار كلهم ذن الأشياء اللي اشتريتهم، موقعهم وين، وما جا أسوي لهم إعلان والله العظيم، لأن يعني أنا قناتي صغيرة مو مال إعلانات، بس أنا أحب هاي الأشياء الكورية وحبيت أشتريها وأجربها وياكم. بس راح نسوي هذا الراميون وبعدين راح أسوي السوشي. الطريقة اللي نستخدمها بالعيدان شنو، شلون نستخدمها، شلون نكمشن، نخلي وحدة بهاي الأصبع، هاي ثابتة ما نحركها، الثانية وين نستخدمها، نستخدمها بين هذا الأصبع وبين هذا الأصبع، بين السبابة والوسطى نحطهم، وهذه نحطها على الإبهام وما نحركها نهائيا، الحركة راح تصير بهذا الشكل. هيجي ناخذ الاشياء، صراحه شوفوا هذا راح نسوي وياكم، راح نفتح ونحط له ماي حار وننتظر على الماسر. البهارات مالته يعني اتصور هو هذا حار، يعني ما نعرف نقرا الكتابة مالته. راح نحط مكونات مالته، راح نحط له مي حار، راح ننتظر على الماء يصير. بس خلنا اشوفكم اياه، راح الزم التليفون هيك على مود تشوفون وياه. طعمه حار، اللي ما يتحمل الحرارة لا ياكله، ودا يشتري هاي النوعية، يعني حرارته مو قوية، وسط. بس طعمه كلش طيب، واللي ما يتحمل الحار لا يشتري، هو مو كلش حار يعني، حرارته وسط.
تفضلوا ويانا. طبعاً راح أسوي بعد السوشي وأشوفكم الطريقة مالته من البداية عن ما أسوي التمن، بعدين شلون أحط التونة وأحط الورقة هاي مالت السوشي، ونلفها سوا ونقطعه وناخله بالعيدان الخشبية. الطريقة دائماً يسووها الكوريين، يأخذون هذا الغلاف مالته يسووا هيجي يصفطوا وهيجي، ويستخدموه مثل الماعون من ياخذون من عند الراميون. يعني هاي اخذت، فيحطوه هنا على الماء يبرد وياكلوا هيجي. هاي الطريقة حبيت ما اشوفكم وياها حتى تعيشون اللحظة. هذه الكسرة أربعة أربعة؟ هاي قلت لي بهارات مو؟ ايش قد سعرها هاي؟ أربعة أربعة؟ هاي ايش قد سعرها؟ أربعة كلها على أربعة؟ هاي ايش قد سعرها؟ هاي الساعة هذا ما بسوشي كسعة 12 كيف؟ 12 دي كم وحدة؟ كم ورقة؟ نفتحهم ونشوفهم بعدين. هذا الساعة 4 ماشي، هذا آخر واحدة، هذا مو حالي. كيف سعرها؟ نعم. انت تجيبون الوجبة الجاية ان شاء الله؟ لا اليوم لا بات. بالمول بي تي سي مول بالطابق الارضي موجود بجوار منيسو. شكرا جزيلا. هذا عدد تمن العنبر، راح اخلي مقدار كوب واحد وراح اغسله زين، وبعدين احط له مي واخليه على النار. غسلته زين وبدون ملح راح احطه على النار. هاي عدة تونة راح افتحها اصفيها من المي واخليها بماهم. نعدي هذا التمن، راح احط له شوية زيت وشوية صويا صوص، راح احط له سمسم اسود. هي الورقة مال السوشي بيها وجهين، وجه خشن ووجه ناعم.
راح احط الوجه الناعم اللي جوا، والخشن اللي هنا هذا عدو صار التمن جاهز. هاي التونه عندي مي، راح انقع ايدي بيها منه احط التمن على الورقه. حطيته هيجي، راح ابدا احط التونه. هو هذا السوشي مالك. طبعا انا اسفه على الاصوات، بس اولادي جاي يلعبون، بس راح ناخذ هاي وحده. اللي هنا خلصنا الفيديو مالتنا، ان شاء الله يا رب عجبكم واستفاديتوا من عندنا. وهذا اللي هنا اللي بقى عندي، هم راح استخدمهم غير مره، وراح اصورهم واقدركم ياهن اللي كانوا كلش حارات وما نقدر ناكلهم. اللي ما مشترك اشتركوا بالقناه ودوسوا لي على اللايك، كتبوا لي شنو رايكم بهذا الفيديو، وشكرا جزيلا، مع السلامه.